بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أكرم عبد الباري، أستاذ الحالات الحرجة، كلية طب قصر العيني. النهاردة عندنا المؤتمر عايدة 150 بمناسبة مرور 150 سنة على أوبرا عايدة، واللي هو فيها نتكلم مع أصدقائنا الأساتذة اللي من إيطاليا على التطور في مجالات الرعاية المركزة، وهنتكلم فيه كمان على موضوع جهاز الإكمو اللي احنا متميزين فيه في القصر العيني، وتعاون بيننا وبين الطلاينة من أول 2015. كان في ناس اتدربت عندهم في المستشفيات مع دكتور بابالاردو، وإن شاء الله يكون مفيد للمجتمع الطبي كله إزاي إن احنا نستخدم التقنيات الحديثة في الكوفيد في الرعاية المركزة إن شاء الله.